فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قصة مصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ركانة، يقول اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلم إن صرعه، ألا يعتبر هذا من الدعوة؟ من الدعوة، ما هو من طلب المال، هم من طلب المال والجوائز، هذا من الدعوة إلى الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.